عندنا شيء مميز وموجود بس بجامعة الكويت، وهو تعليم اللغة العربية لكل طالب من حول العالم حاب يتعلم اللغة الجميلة. طبعا كلية الآداب تعلم كافة الجنسيات على مهارات اللغة العربية، وبنتعرف أكثر مع ضيفنا الدكتور خالد الفضلي رئيس وحدة اللغة العربية للناطقين بغيرها في كلية الآداب. حياك الله معنا دكتور. يا أهلا وسهلا. بالبداية ودنا نتعرف يعني اسم الوحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاللغة، فأعطنا نبذة عن هذه الوحدة. شكرا على الاستضافة بداية، وشكرا على تسليط الضوء على وحدة اللغة العربية للناطقين بغيرها. وحدة اللغة العربية تأسست سنة 1975، يعني العام الأكاديمي القادم راح نكمل 50 سنة، ما شاء الله. راح يكون يعني احتفالية إن شاء الله بهذه المناسبة. وحدة اللغة العربية تهدف إلى تعليم اللغة العربية لغير العرب كنوع من التبادل الثقافي بين جامعة الكويت والجامعات العالمية على مستوى العالم، دولة الكويت عموما والعالم عموما. احنا نستقبل طلبة مما يقارب 60 دولة، تخيلوا 60 دولة، يعني الكلاس يكون قدامك أمم متحدة مصغرة، جنسيات مختلفة، جنسيات مختلفة، خلفيات ثقافية دينية عرقية مختلفة جدا، جايين يتعلمون اللغة العربية. ونستقبل ما يقارب 200 إلى 250 طالب سنويا لتعلم اللغة العربية. نعم دكتور خالد، يعني من خلال اللي أنت ذكرت 60 طالب، كأنك في الأمم المتحدة مثل ما ذكرت في هذا الوصف وهذا التشبيه، شنو أهداف هذه المنح الدراسية لطلبة من دول العالم؟ هذا سؤال جدا مهم، وهو ليش الكويت؟ رغم أن أولا المنحة اللي تقدمها جامعة الكويت منحة جدا سخية ومنحة جدا كريمة للطلاب، يعني الكويت تحمل تذاكر سفر من بلد الطالب إلى الكويت وترده مرة ثانية، توفر لهم سكن، توفر لهم بوكت ماني 100 دينار شهريا، يعني بوكت ماني ياخذ الطالب 100 دينار شهريا، تدريس مجانا، علاج مجانا، ما أدري شنو، منحة فول بورد كاملة 100%. شنو هدف دولة الكويت؟ شنو هدف جامعة الكويت من كذي؟ أولاً نشر اللغة العربية ونشر ثقافة دولة الكويت، واللي أهم هي يسمونها هذا جزء من السياسة الناعمة، اللي هي أن تحاول تنشر ثقافتك وأفكارك في المجتمع. آخر احتفالية قامت فيها جامعة الكويت اللي هي قبل أيام معدودة كان ضمن الهيئة الدبلوماسية اللي موجودة، 3 منهم طلبة سابقين لجامعة الكويت في وحدة اللغة العربية. القنصل الأرمني كان طالب سابق عندنا، الأوكراني كذلك، والإيراني كذلك، كلهم كانوا طلبة سابقين عندنا في الوحدة، قبلهم كان الصيني، قبلهم كان مني ومنك، كلهم كانوا طلبة عندنا. فهذا جزء أساسي، أنا قاعد أنشر ثقافتي، قاعد أنشر لغتي في المجتمع العالمي ككل. دكتور مثل ما ذكرت أن الجامعة تتحمل تكاليف، بالطبع لما تختارون من هالكم من الدول أكيد في معايير، فلما الجامعة تختار هذيل الطلبة شنو المعايير اللي على أساسها يتم اختيارهم؟ الفلترة جدا دقيقة للطلبة اللي يتم اختيارهم. أولا احنا نحدد الدول، مثلا دولة X ولا دولة Y لهم 3 مقاعد 4 مقاعد، هذه المرحلة الأولى. بعدين نبعث عن طريق وزارة الخارجية الكويتية لهذه الدولة أن والله لكم 3 مقاعد في لدراسة اللغة العربية، فيبعثون الطلبة اللي هم يبون يدرسون، يروحون عند أولا معهد الدبلوماسي في الكويت ويصير فلترة أولى هناك، تيجي الفلترة الثانية عندنا في الجامعة في شروط معينة من ناحية العمر، من ناحية الخلفية الثقافية، من ناحية منو أنت، أول شيء في إجراءات جدا شديدة على أساس فلترة منو اللي راح يجي، وشلون إحنا نقدر نستفيد من هذا القادم عندنا أنه لما يدرس عندنا باكر لما يروح ديرته شلون أنه يعكس ثقافة المجتمع الكويتي وهوية المجتمع الكويتي بصورة جدا إيجابية عندهم. نعم، في برامج دكتور وأنشطة تعرفون فيها الطلبة على أساسيات اللغة العربية بشكل عام من خلال هذا المنهج المتواصل وهذه المنح. هو الدراسة مو دراسة لغة فقط، يعني احنا ننطلق من ان تعليم اللغة ليس بمعزل عن تعليم الثقافة. فتشوف الطالبية عندنا يدرس لغة لمدة 3 ساعات يومين، ايونا ما يعرفون الالف من الباء، صفر في اللغة، صفر بمعنى كلمة صفر. يعني إعادة التأهيل كاملة، يقعد ويانا سنة كاملة. احنا ناخذهم البرنامج مدته سنة، 3 فصول دراسية، الفصل الاول، الفصل الثاني، والفصل الصيفي. خلال هذه المدة يطلع الطالب يتخرج يتكلم اللغة العربية بطلاقة. خلال سنة واحدة. خلال سنة واحدة. يتكلم اللغة العربية بطلاقة. وهو صفر. يكتب اللغة العربية بطلاقة، يفهم النحو، يفهم الأدب. وإحنا يعني التجربة عندنا قائمة صار لها سنوات طويلة. أعيدها بس دكتور عشان المشاهد يتابع. سنة واحدة. نعم. وهو صفر. لا يفهم أي شيء في اللغة العربية. يتعلم اللغة العربية كتابة
قراءة وأيضا الأدب بشكل الأدب والنحو، ويفهم أيضا اللي أهم بالنسبة لي ثقافة اللغة. فلذلك تشوف نحن ما نكتفي في الثلاث ساعات اللي نعطيه إياه في الجامعة، يخلص الجامعة خلص الدراسة الجامعية نحاول نربطهم مع الطلبة الكويتيين، نخلق لهم أصدقاء. فالحفلة اللي طافت اللي كانت عندنا في الجامعة عدد كبير من الطلبة دشاديش وغتر وعقل، البنات لابسين عبي ولابسين ما بخنق، تشربوا الثقافة، تشرب الثقافة. ناخذهم في زيارات إلى أماكن كثيرة، نوديهم دواوين، نوديهم حتى البر، نطلع وياهم البر، نوديهم بحر، نبيهم يشوفون الحياة الكويتية كما هي على أرض الواقع، وليست الصورة اللي متخيلة اللي تنقلها بعض وسائل الإعلام اللي عن كيفية المواطن الكويتي. لا، تعال إحنا بنوريك المواطن الكويتي الحقيقي شنو هو. أعتقد هذا الشيء اللي أنت أساساً تكلمت عنه، أنه شلون ينقلون الثقافة وشلون ينقلون اسم الكويت لبرا، وهذا الشيء اللي قاعد يساهم في هذا. صحيح. الشيء من الجانب الآخر ودي أعرف في ساعة بعض الأخطاء اللغوية خصوصاً اللغة العربية لغة صعبة مو سهلة، فشلون تعلمونهم شلون يتداركون الأخطاء اللغوية اللي موجودة في اللغة العربية؟ يعني اللغة العربية أنا ما أبي أستخدم مصطلح صعبة، أبي أستخدم مصطلح أنه متشعبة كبيرة جداً وفيها تنوع كبير جدا، وهذا التنوع يضفي عليها جمال. شلون يتعلم الطالب الأخطاء؟ احنا نحوله الى شيء يسمونه الإحساس باللغة. شلون يعني الإحساس باللغة؟ هل اقول هذه الكلمة ام استخدم هذه اللفظة؟ ما نعلمه يكون ماكينة انه والله هذه كذي تصير كذي، لا نعلمه بطريقة، في عندنا طريقة قاعد نستخدمها. واتذكر قبل سنوات طويلة اقترحت هذه الفكرة على وزارة التربية عندنا، ان يوجهون طلبتنا في المدارس أن يستخدمون نفس الطريقة اللي الطالب الحين تشوفون كاش من اللغة العربية، جميع الشارع الكويتي كاش من اللغة العربية. أتمنى يشوفون الطلبة اللي عندنا هذيل الأجانب شلون يستخدمها بسلاسة وبسنة واحدة. الفكرة من عندها أن نحاول أن يشعر هذه غلط هذه صح. شلون حضرتك الحين لما تكلمين لهجة، لما تكلمين كلمة غلط أنت تحسين لحظة هذه فيها مشكلة، هذه بدلية، هذه غلط. تحول عندنا في اللغة العربية نحولهم إلى هذه الإحساس. نعم دكتور، أنا في جملة ما بيها تمر مرور الكرام في كلامك، خاصة أن ما بيها سالفة اللغة العربية قبل سالفة اللغة العربية، هي الثقافة. ما ذكرت أنه تشرب ثقافتنا، تشرب بيئتنا من خلال الديوانيات، ونروح لهم البر ونروح معهم البحر، يكتشفون الكويتيين هذه الأصالة وهذا العمق الكويتي الأصيل الجميل جدا، بغض النظر عن ما ينقل بوسائل التواصل الاجتماعي أو بعض، للأسف بعض، أنا دائما أقول البعض ما أعمم، في المسلسلات وغيرها. فهذا جانب مهم جدا أنه يعرف هذه الثقافة الحقيقية، وهذه جدا مهمة وحرصت عليها بشكل كبير. فلذلك توجهت إلى المعهد الدبلوماسي عندنا في الكويت، نقلت لهم فكرة، قلت لهم إخوان أنتم عندكم عدد كبير من الدبلوماسيين اللي هم أجانب واحتكاكهم فقط احتكاك سياسي، إيش رأيكم أسوي لهم برنامج في اللغة العربية لغير الناطقين بها باللهجة الكويتية، خلي يتعرفون عليها. وفعلا سوينا، ما قصروا يعني دكتور مبارك العصفور هناك يعني كان جدا متعاون، استاذة منى الوهيب كذلك كانوا جدا متعاونين، الأخوة اللي هناك. البرنامج أنا بنقل لك تجربة جدا مهمة فيه، اللغة أنا أقدر أعلمها حضرتك، أي واحد يقدر يعلمها، الثقافة اللي مشكلة. صحيح. أخذتهم كلهم، فيهم ثلاث سفراء، فيهم قنصل، فيهم ما أدري شنو رتب دبلوماسية متعددة، فيهم 15 واحد، قلت لهم شو رأيكم بنروح المباركية، وتدري الأجانب يحبون المباركية، وديتهم سوق الذهب وراحوا وطالعوا وردوا، وبعدين وقفتهم قلت لهم لاحظتوا شيء؟ قالوا شنو قصدك؟ قلت لهم لاحظتوا أنه ما في سيكوريتيز عندنا، ما حد قال لك ممنوع الدش لحظة تعالنا بنفتشك، ماكو شرطة قاضبين أسلحة، حسيتوا بكم الأمان اللي تعيش فيه هذه الدولة. اللهم لك الحمد. قالوا إحنا في بلداننا لو ربع هذا المعروض تشوف لازم حراسة جيش، مو جندي وجنديين. فهذه أشياء أنا وأنت لأننا تعودنا عليها، عيوننا اعتادت عليها، ما نقدرها، لكن هو بالنسبة له شافها شيء غريب جدا، النعم المفقودة اللي أنت ما تحس فيها بشكل يومي. زين، رحنا عقب عند المباركية مرينا في الأشياء الثانية، الأطعمة التقليدية، وديتهم مطعم تقليدي وقلت لهم تعالوا تقعدون على الأرض وتأكلون بدينكم، عيشوا الجو عيشوا الجو كيفكم، يوني البيت يوني البيت.
قعدتهم ديوانية على الأرض، تعالوا هذا الطعام تأكلونه وكذي، في طاولة طعام أقدر أخذكم، بس هذه تجربة أنتم عايشينها ديلي بيسز. خلهم يعيشون مفطح دكتور. حطيت لهم مفطح ياكلون بليد. والله استاذين حطيت لهم مفطح وجربوا حالكم. صوروني إني أذكر اللي كان ألمانيا مرة كان عندنا زيارة، فاستمتع بالفكرة يعني ياكل الخروف وكذي وصور، فجو ثاني عندهم. هي الفكرة إن أنت يشوف ثقافتك بما هي، يتعامل معك كإنسان. نعم. كما أنت تتعامل معك كإنسان. نعم. لي ثقافتي وأنا أعتز بها، وأنت لك ثقافتك وأنت تعتز بها. فعلا. الصورة البروباغندا اللي موجودة في الإعلام عن المواطن الكويتي إن ATM ماشين قاعد يمشي، هذه يجب أن تلغى. دكتور خالد الفضلي كل الشكر لك على أن قاعد تعلمون اللغة العربية وأيضا قاعد تنقلون الثقافة بالكويت. استمتعنا معك في هذا الحوار، وننتقل الحين حق فاطمة الصايغ المتواجدة في بيت السدو. مساء الخير فاطمة.